التراث الثقافي غير المادي هو كل ما تعتز به الجماعات وتعتبره جزءا من هويتها، مثل العادات والتقاليد وما يتفرع عن هذه العادات والتقاليد من حرف يدوية وأغاني ومرويات شعبية. من المهم جدا الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي لبناء جسر مع مشاريع التنمية المستدامة ولتشغيل العاطلين عن العمل في المناطق النائية والمناطق الريفية وبث الحياة في الحرف المهددة بالانقراض. UNESCO Man Office works in collaboration with the Ministry of Culture to safeguard the intangible cultural heritage in Jordan. Between 2015 and 2017, UNESCO implemented a series of workshops for the national authorities as well as the local communities to ensure that this precious heritage is collected, documented, and transmitted to the future generations. In 2017, we focused on the governorate of Mafraq, where we implemented a pilot community-based inventory of intangible cultural heritage, a UNESCO methodology which empowers the local communities to collect their own traditions. محافظة المفرق من المحافظات المتميزة بوجود التنوع الثقافي في هذه المحافظة، بتنوع الأنماط المعيشية وما ينتج عنها من تنوع ثقافي. ومن هذا التميز لابد كان من وجود مشروع حصر التراث الثقافي الغير مادي. هذا المشروع الذي يعنى بجمع التراث بعناصره كاملة وفتح أمام الدراسات والباحثين وتعريف الأجيال القادمة بها. هذا المشروع يتميز بأنه مشروع قائم على أسس علمية دقيقة وبوجود استمارة. هذه الاستمارة طبعا تجيب عن جميع التساؤلات وتختلف عن المحاولات السابقة لجمع التراث بأنها تنقل جميع تفاصيل العنصر التراثي للباحثين والدارسين وتفتح البوابة أمام الأجيال القادمة للتعرف على التراث الثقافي بشكل دقيق. مفهوم حصر التراث الثقافي غير المادي القائم على المجتمع يتمثل في أن يقوم أفراد المجتمعات نفسها بإجراء عمليات الحصر، وهذه التسمية في الواقع هي مادة تدريبية قامت بإعدادها منظمة اليونسكو لتدريب هذه المجتمعات على أحدث يعني وسائل الحصر من حيث التوثيق ومن حيث التصوير ومن حيث أيضا ما يسمى بالفيديو التشاركي ورسم الخرائط التشاركي وغيره، لكي يتم حصر هذا التراث بأدق تفاصيله. نحن كمجتمع محلي في محافظة المفرق يهمنا الحفاظ على التراث الغير مادي كونه هو هويتنا، ومن خلال عملنا مع منظمة اليونسكو اكتسبنا طرق علمية لتوثيق وجمع المعلومات بالشكل الصحيح من خلال زياراتنا الميدانية وزيارة كبار السن وأهل المجتمع المحلي. تم التعرف على أفكار في التراث الغير مادي جديدة لم نكن نعرفها من قبل.